هؤلاء المستمتعون في أحضان الطبيعة هم أطفال فوج البدر للكشافة الإسلامية بباتنا، وعددهم 160 طفلا، وقد جاءوا للتخييم على مدار أسبوع بمدينة القالة. رانا مخيمين هنا في مدينة القالة تحت شعار صامدون، يعني جبنا أبنائنا التلاميذ اللي فوتوا عام دراسي مليء بالجد والاجتهاد، والله أجواء رائعة هنا في مدينة القالة. القادة الكشفيون فرحون بتحقيق أهدافهم تحت شعار صامدون. نظمنا درنا الإسعافات الأولية، علمنا الأطفال تاعنا والكشافين الإسعافات الأولية، والطبيعة الخلابة هذه خلات تسمى الأولاد يستمتعوا بالجو هذا. الأطفال الكشفيون سعداء ويعبرون. نحن سعداء اليوم رانا في الطبيعة أمام هذه البحيرة الجميلة في وسط هذه الغابة التي لها مناظر خلابة. نحن نقرأ أنا مع 160 كشاف نعبوا نبحروا نحوسوا. البرامج الكشفية التي يستفيد منها أبناؤنا دعم ورصيد حقيقي وإضافة في تكوين الشخصية السوية.